السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة جديدة من حلقاتنا من برنامج المحطات، الحلقة الثالثة. أهلا بكم. المحطة الأولانية سريعا كده هي للإعلامي إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى طبعا تكلم في قضية، القضية مثبتة عندنا نحن بنص قرآني، تمام، وهناك أكتر من يعني أكتر من رأي في هذا الأمر يعني، لكن ليس هناك شيئا وهميا، ليس هناك كما قال، هو قال ان في حاجات وهم، ده وهم، وهم لا يذكروا هذه الروايات الوهميه، تمام كده. طيب هل ابراهيم عيسى راجل عمي يعني، عمي كده لا يعي اي شيء؟ لا طبعا، الرجل طبعا كاتب مقاله، بيطلع اعلاميا يعني من اكتر من قناه، كاتب قصه قصيره، روايه، افلام، سيناريوهات، فالراجل فاهم يعني، تمام. طيب خلاصة الكلام يا أستاذ إبراهيم، نحن ليس لدينا رجال كهنوت، وسيبك من حتة عنتر شايل سيفه وعصر النهضة بقى ونقد المفاهيم والكلام ده كله، احنا ما عندناش الكلام ده، تمام كده. أزق للإيه؟ أزق زق كده بحالتين، موريس بوكاي، وده راجل عمل مقارنة ما بين التوراة والإنجيل والقرآن، فلم يجد نصا عندنا في القرآن يتعارض مع النظريات العلمية. خلص الكلام. الدكتورة القديرة زينب عبد العزيز، وهي مختصة بالأناجيل ومقارنة الأديان، وتمتلك العديد من اللغات، وحاجة يعني بسم الله ما شاء الله تشرفنا يعني. كتبت مقالة، تمام، عن شورها، سيب لك اللينك أسفل الفيديو، بتلم لك فيها كل الكلام اللي أنا قلته لك على موريس. موريس طبعا لم الدنيا كلها ما بين الثلاث حاجات، فوجد إنه في أخطاء، في أخطاء واردة تتعارض مع النظريات العلمية في الإنجيل وفي التوراة، تمام كده. هي كاتبه كلام زي الفل. خلاصه الكلام، ما عندناش كهنوت يا بوي، ما عندناش. قال يا بوي، فكرتني. المحطه التانيه بقى عريس الاسماعيليه، برضه بالحاج ابراهيم. عريس الاسماعيليه طبعا طلع حصل خلاف، طبعا انت عارف الصعيده بيسخنوا شويه، فضرب الايه العروسه علقه موت يعني. طلع تاني يوم طبعا الحكايه وراه، فجابوا اتنين كبار كده عواجيز، ويعني واحد منهم كان هيجيب له النقطة يعني، السكتة القلبية، بيقول له ايه يا ولدي، هذه قصة حب بقالها 10 سنين، 10 سنين قصة حب، وما لو ما كانش قصة حب كان ايه؟ كان دبحها يعني، كان علقها. وبعدين انتوا فين؟ انتوا ردة الفعل بتاعت الصعيدة لما ابراهيم عيسى قال المايوه، طلعت وكلت الراجل، ماشي تمام، احلى واجب، لكن مع الراجل ده ما فيش حد طلع اتكلم يعني. هو اللي بيحكمنا يا جماعة الخير القيم بتاعتنا، قيم والعادات والتقاليد بتاعتنا اللي اساسها عندنا ديننا احنا، لا يامر بهذا الكلام، لا قبيله ولا عشيره ولا الكلام ده خالص، الكلام ده اتنسى خلاص من زمان، ما عادش ليه. ليه؟ ما ينفعش الكلام ده. المهم، المحطه الاخيره هي محطه الامل، محطه الخروج من شرنقه الياس، محطه الى وجود نموذج مشرف للاجيال بتوعنا، التلات بنات اللي هم الورد اللي فتح في جنان مصر، اللي هم بسنت محمد وآية حسام وهاجر علاء، اللي هي بنت مدينة دمنهور، تحية كبيرة لهم كلهم. بنات زويل، جامعة العلوم والتكنولوجيا، واللي متخصصة في الطيران، اللي عاملة روبوت لحل مشاكل الشلل النصفي، اللي بتربط المنتجات اللي طالعة أو الأبحاث اللي طالعة مع السوق الخارجي، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة تكاملية، حاجة تديك أمل لعيالنا اللي كل واحد عايز يبقى فنان، مع احترامي لهم يعني، أو لعيب كورة، وسيبك أنت من التعليم وسيبك من كل الكلام ده، لأ طبعًا، ده بيديك حاجة مشرفة، حاجة مشرفة، بيديك أمل، بيديك باور، ولكن العتاب إن هو جاي ببرنامج يعني بتاع أشبه كده بطبيخ يعني، طبخ وكده. وكل الشكر للمؤدي في البرنامج دول اللي جابهم بصراحه يعني، تمام، لكن عدد الفيوز قليل جدا، لا يتعدى ال 500 مشاهد وكم لايك كده. حتى مداخله البروفيسور الكبير مجدي يعقوب، اللي هو يعني اضافه كبيره جدا للمصريين، الراجل طبعا طلع اتكلم، 500 ولا 400 فيوز يعني، ما كلام فاضي يعني. الثقافه لابد ان تتغير، الله يرضى عليكم، الثقافة لابد أن تتغير، النماذج اللي زي هي لازم تطلع، مع احترامنا للتانيين، مع احترامنا للتانيين، عشان يبقى عندنا أمل. شكر كبير لكم طبعا على متابعتكم لنا، وفي النهاية
اللايك والشير والكومنت، خشوا على قناتنا على يوتيوب اسمها ايمن الدمنهوري، اشترك في القناة، فعل زر جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، تابعونا على حساباتنا في الانستجرام والتيك توك @دمنهوري70. اشوفك على خير، ابعتولنا التعليقات بتاعتكم، بقرا والله انا. سلام عليكم.